يقوم فرع بنك الدم بأسوان بإقامة شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة ومنها التمريض الحر من أجل حث المواطنين على التبرع بالدم من أجل تلبية احتياجات المرضى. تفاصيل أوفى مع أشرف عباس. لمؤسسات المجتمع المدني دور هام من أجل توعية المجتمع المحلي بأسوان، حيث تتواصل في منطقة الحصايا بمدينة أسوان فعاليات الشراكة بين بنك الدم المصري فرع أسوان والتمريض الحر بأسوان من أجل توعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم. النهارده يمكن احنا مشاركين بنك الدم في حملة التبرع بالدم. احنا بنبعت رسالة لكل المجتمع ان كيس الدم مهم، التبرعات بالدم مهم، ان انت تشارك المجتمع وتشارك كل اهلك وناسك بتبرعات بالدم اهم الحاجات بتاعتنا اللي احنا بنعملها كجمعيه التمريض الحر. وده يمكن من ضمن الشراكات الكبيره اللي عملها جمعيه التمريض الحر في المجتمع الاسواني. النهارده كمان مع التبرع بالدم كمان عندنا النهارده دوره تدريبيه، والنهارده في استاذ من الاساتذه اللي هم مسؤولين عن نقل الدم هيدي محاضره على اهميه نقل الدم للفئات اللي هي بتاخد التدريب عندنا. هي المشكله دي واصله لاغلبيه الناس، بس احنا جهه حكوميه ما فيش بيع عندنا. اغلبيه الناس اللي بتاجي في جزء منها بيدفع فلوس وجزء ما بيدفعش. اللي بيدفع الفلوس ده بيدفع جزء من تكلفه التحاليل، مش حق الدم. كيس الدم بيتعمل له تحليل فيروس سي وبي وايدز وزهري وفصيله الدم، الحاجات دي كلها بتكلف الدوله حوالي اكتر من 1000 جنيه. هو بيدفع 190 جنيه منها جزء من تكلفه التحاليل. مين الحالات اللي بيدفع ليها؟ حالات الولاده، اللي هيعمل عمليه مره، واحد عنده انيميا. لكن الامراض المزمنه اللي احنا بندلها الشارع بتاع العربيه عند السلام، وراحت مثلا زي النهارده منسقين الحمله عند الدكتور ياسر، بيجمل لنا كل المتبرعين اللي بيتبرعوا دول، بيبقى الحالات المزمنه زي مرضى مجدي يعقوب، حالات الفشل الكلوي، حالات التامين الصحي، ده ما بيدفعش ولا مليم في كيس الدم. يعني زي ما بيتاخد من المتبرع بيروح على طول للمريض، عشان الناس بتظن ان الدم بيتباع. فدي اهم نقطه لازم الناس توصلها هنا في اسوان، عشان احنا هنا الثقافه عندنا ضعيفه شويه في حته التبرع بالدم. احنا كمنظمات مجتمع مدني بنعمل جنبا الى جنب مع الحكومه ومع الدوله، والهدف منها ان احنا بنحاول ان احنا نشارك الحكومه من اجل راحه كل مواطن موجود سواء في مصر او في مصر. احنا بنحاول باسوان حقيقه، يمكن يعني انا من خلال عملي في الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهليه والجمعيات المنظمات المجتمع المدني ايا كان، تمريض حر، جمعيات بتعمل في مجال الصحه، في مجال العمل الاجتماعي، في مجال البيئه، وكلنا بنشارك تحت مظله مديريه التضامن الاجتماعي في اسوان. الحقيقه في تعاون جيد جدا بيننا وبين مديريه التضامن، في راجل ممتاز، راجل محترم، وكيل وزاره التضامن الاجتماعي، الرجل الخير الذي لا يبخل ولا يكل من الحركه في التعاون بين مع الجمعيات الاهليه. طبعا التبرع بالدم فكره بسيطه عنيها بيجي المتبرع. شروط التبرع بالدم من سن 18 سنه لحد 60 سنه. طبعا ما يكونش بيعاني من اي مشكله صحيه. في استبيان معانا بنسال عن بعض المشاكل الصحيه اللي بتمنع عمليه التبرع بالدم زي الضغط، القلب، السكر. نطمن على الانيميا، نطمن على الضغط مش واطي او عالي، نطمن انه ما فيش اي مشاكل صحيه. كميه الدم اللي موجوده في جسم الانسان من 5 ل 6 لتر دم، الكميه اللي بناخدها حوالي 430 مللي، هو اساسا الكيس 500 مللي، جوه الكيس ده فيه ماده منع تجلط الدم ماده حوالي 70 مللي يعني. وللتبرع بالدم فوائد كثيره، فهي تنشط صحه الانسان وتقوي المناعه وتجدد تكوين كرات الدم الحمراء والبيضاء في الجسم. كان معكم من منطقة الحصايا بصورة أشرف عباس، القناة الثامنة.